هذا الفيديو برعاية yachtblink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. الملكة إليزابيث الثانية كانت تترأس كنيسة إنجلترا الأنجليكانية منذ السادس من فبراير من عام 1952، وكانت ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى. والدها كان ملك بريطانيا العظمى. تميزت فترة حكمها المديدة بإخلاصها في عملها وبعزيمتها الصلبة في تكريس حياتها للعرش ولشعبها. ولكن في يوم 8 من سبتمبر عام 2022 أعلن قصر بيكنغهام وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما. تابعوا هذه الحلقة للنهاية لتتعرفوا على حقائق مثيرة عن الملكة إليزابيث الثانية. لكن قبل ذلك، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إليزابيث ألكسندرا ولدت في لندن في 21 من أبريل عام 1926، ابنة جورج السادس ملك المملكة المتحدة. تلقت تعليما خاصا في المنزل، وارتقى والدها جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه في عام 1936. ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريثة المفترضة للعرش، فانضمت إلى الحرب العالمية الثانية وأدت في الخدمة الإقليمية الاحتياطية. وفي عام 1947 تزوجت في الأمير فيليب وأنجبت منه 4 أطفال. وقد قامت بالعديد من الزيارات التاريخية، منها زيارة رسمية في جمهورية أيرلندا وأول زيارة رسمية من الرئيس الأيرلندي لبريطانيا العظمى. وقد شهدت تغيرات دستورية كبرى كانتقال السلطة في المملكة المتحدة والتوطين الكندي وإنهاء الاستعمار في أفريقيا. ومن أسعد الأوقات في حياة الملكة إليزابيث كانت أيام ميلاد وزواج أولادها وأحفادها وتنصيب الأمير تشارلز على ولاية ويلز والاحتفال بأهم الأحداث التاريخية كمناسبة اليوبيل الفضي والذهبي والماسي في عام 1977 و2002 و2012. واليوبيل معناه الاحتفال بمرور عدد من السنوات على ذكرى زواج أو حدث وطني مهم أو تأسيس نقابة. أما عن لحظات الحزن والأسى، فكانت لحظة موت أبيها واغتيال خال الأمير فيليب. سميت بإليزابيث نسبة إلى والدتها، وألكسندرا نسبة إلى والدة الملك جورج الخامس. كانت إليزابيث تكبر أختها الوحيدة الأميرة مارغريت بنحو 4 سنوات، وتلقى كلاهما تعليمهما في المنزل. وكانت إليزابيث تحب الخيول والكلاب أثاء طفولتها، وكانت تتصف بالانضباط وبتحمل المسؤولية. وردد آخرون بعض ملاحظاتهم على شخصية إليزابيث فوصفها وينستون تشرشل وهي في عمر الثانية بأنها ذات شخصية مميزة ولديها حس تأملي ووقع من السلطة. في أثاء فترة حكم جدها كانت إليزابيث هي المرشحة الثالثة لتولي العرش، وكان من غير المتوقع أن تصل إلى الحكم. وبعد موت جدها تولى عمها الحكم، أصبحت إليزابيث المرشحة الثانية بعد أبيها. وفي وقت لاحق تنازل إدوارد الثامن إلى أبيها وأصبح هو ملك بريطانيا، وأصبحت إليزابيث الوارثة المفترضة للعرش. ولو كان أنجب والدها ولدا لكانت خسرت مقعدها في ذلك الوقت. تلقت إليزابيث دروسا خاصة في التاريخ الدستوري وتعلمت اللغة الفرنسية. وفي عام 1939 زاد والدها كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا في عام 1939. بقيت إليزابيث ورأى والدها أنها ما زالت صغيرة جدا على أن تقوم بمثل هذه الزيارات، وأدمعت لمغادرة والديها، ولكنهم كانوا يتراسلون بانتظام، حتى أنها أجرت هي ووالديها أول مكالمة هاتفية عبر المحيط الأطلسي في 18 من مايو. وفي عام 1943 قامت إليزابيث بزيارة فرق المشاة، فقد عينت برتبة عقيد في العام السابق، وكان هذا أول ظهور علني لها وهي في سن 16. وعندما اقتربت من سن 18 تغيرت القوانين لتمكنها من العمل كواحدة من 5 مستشار للدولة في حالة عجز والدها أو وجوده خارج البلاد.
وتدربت إليزابيث على القيادة والميكانيكا، وبعد 5 أشهر رقيت لتكون قائدا فخريا. قابلت إليزابيث زوجها المستقبلي الأمير فيليب في عامي 1934 و1937، واعترفت إليزابيث بأنها وقعت في حبه رغم أن عمرها آنذاك كان 13 عاما فقط. وبعدها تم الإعلان رسميا عن خطوبتهما في يوم 9 يوليو. فترة حكم الملكة إليزابيث. تدهورت الحالة الصحية للملك جورج السادس خلال عام 1951، ومن هنا بدأت إليزابيث تظهر بشكل متكرر ما كانه في المناسبات العامة، حتى أنها قامت بجولة إلى كندا وبزيارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان بواشنطن في عام 1951. وفي يوم 6 فبراير عام 1952 جاءها خبر وفاة الملك، وتم الإعلان عن الملكة الجديدة في كل الممالك التابعة لبريطانيا. شهدت إليزابيث خلال حياتها التحول الدائم في الإمبراطورية البريطانية داخل كومنولث الأمم، فقبل اعتلائها العرش كان قد تم تنصيبها رئيس لعدد من الدول المستقلة في رابطة الكومنولث. والكومنولث هو اتحاد سياسي يضم 54 دولة كانت جميعها أقارب سابقة للإمبراطورية البريطانية. وخلال الفترة من 1953 و1954 شرعت الملكة إليزابيث وزوجها فيليب في القيام بجولة حول العالم لمدة 6 أشهر، وبذلك أصبحت أكثر حاكمة سافرت في التاريخ. كتب عنها الكاتب الشهير هارولد ماكميلان: كانت الملكة دائما قوية الإرادة في كل شيء في حياتها، كانت تضجر كثيرا من أسلوب معاملتها كنجمة سينمائية، وكان لها من القوة والشجاعة ما يكفي لتمثل دولتها وتكتسب ثقة شعبها. تحب الملكة واجبها وتقدره كثيرا. ونقلت بعض الصحافة عنها خلال جولتها في مقاطعة كيبيك قيام بعض المتطرفين المنضمين في حركة سيادة كيبيك بتخطيط لاغتيالها. لم تتم أي محاولة لقتلها، ولكن اندلعت أعمال شغب أثاء مكانة الملكة بمونتريال، وكان هدوء الملكة وشجاعتها في مواجهة العنف ملحوظة. لا يعرف أحد الكثير عن مشاعرها الشخصية، فهي نادرا ما تجري مقابلات. لم تعبر الملكة إليزابيث صراحة عن آرائها السياسية الخاصة في أي منتدى عام، ومن المخالف للعرف أن تسأل أو تكشف عن آرائها. تتمتع إليزابيث بإحساس عميق بالواجب الديني والمدني، وتؤدي قسم تتويجها على محمل الجد. بصرف النظر عن دورها الديني الرسمي بصفتها الحاكمة الأعلى لكنيسة إنجلترا، كانت ثروة إليزابيث الشخصية موضع تكهنات لسنوات عديدة في عام 1971. قدرت جو كولفيل سكرتيرها السابقة ومدير مصرفها ثروتها بمليوني جنيه استرليني في عام 1993، أي ما يعادل 28 مليون في عام 2019. ورثت عن والدتها قصرا قيمته 70 مليون جنيه استرليني، قدرت قائمة ساندي تايمز للأثرياء في عام 2020 ثروتها الشخصية بنحو 350 مليون جنيه استرليني، ما جعلها تحتل المرتبة 372 في قائمة أغنى أغنياء المملكة المتحدة. احتلت المرتبة الأولى في القائمة عندما بدأت الصحيفة في عام 1989 بثروة 5.2 مليار جنيه استرليني تضمنت أصولا مملوكة للدولة، وهذا ما يعادل 13 مليار جنيه استرليني اليوم. حكمت الملكة إليزابيث بريطانيا لنحو 70 عاما و7 أشهر لتصبح أطول حكما من أي ملك آخر عبر التاريخ البريطاني، وتوفت في يوم 8 سبتمبر عام 2022. أخبرونا برأيكم حول قصة حياة الملكة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.